السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد اليوم الجمعة 25 من رمضان، 7 مايو 2021. ما نشاهده تحميل التيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن 7 مايو ونحن في نهاية الموسم، موسم الشتاء أو حصاد القمح. يتم فصل طبعا القمح عن التبن، وهذا هو التبن. يقوم بإذن الله التجار، يا رب يعزك، يقوم التجار كما نشاهد بتجميع التبن لحفظه لبيعه في موسم مواسم الخاصة به. ايوه يا فندم، يعني اللي انت بتشيله ده التبن الابيض، تبن القمح. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقريبا يعني هو بالكيس كده ولا لا بالحمل 250 كيلو. الحمل 250 كيلو. تقريبا بكام؟ حسب بقى السياره. لا انا بقول تقريبا، انا هو انا مش بحاسبك. 300 جنيه. تصدق بالله انا شفت هو بيتباع ب 10 جنيه واحنا بنشحته. كان الاول انما الوقت ما عادش يا حاج. يعني الحمل ب 300 جنيه. انما الكيلو كنت بتبيعه شوف ب 800 جنيه. يعني الوقت الحمل كام كيلو؟ 250 كيلو. 250 كيلو، يعني الكيلو اغلى من جنيه. مظبوط. ولا بقى يا رجاله، واحد بس تيجي ليا بس. واحد بس تيجي بس يا انت سلمت مع الرجاله ده. يبقى ما نشاهد. معلش. هو تحميل التب. كل عام والجميع بخير. يا صاحبي ايه ده، فوق في كيس يعني. عاشوا رجاله، ربنا يبارك. اطلع على اطلع اطلع فوق. وقف يا احمد من قدامك. فوق في كيس يا احمد. انا اسحب انت بالشوكه، اسحب بالشوكه. اسحب بالشوكه، يلا عاش. وقف الكيس يا ابو، وقف وقف الكيس خالص على ظهره. يلا وقف يا احمد. ارفع اتعامل ورا يا احمد. روح من ورا من ورا. بص تعال كما نشاهد. هذه هي طريقه تحميل للتب. خد معاك اهو. شوف يلا اهي طلعت ازاي. خش يا احمد ورا. هذه المصاعب التي يتذوقها المزارع المصري. هذه هي عملية تحميل التب. ارخي نفسك، ارخي نفسك تحت. معاك اهو وصلك اهو. هكذا تم تحميل التب. ارمي سلبك يلا. الف شكر يا غالي. ارمي سلبك. كل عام والجميع بخير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ربنا يعزكم، كل سنه وانتم طيبين. عن تحميل التب وعن أهم ملامح الريف المصري، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. يلا يا شباب، يلا الله يوفقك. اللهم صل على النبي. يلا يا شباب تعال. مسلم اهو اترنت عليه بقاله بشيل التاني. اسحب يابا. خلص يا احمد. يلا احمد احلف بالك. بس بس بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ظبطتها على الزق. اسحبها من هناك يا احمد. عامل زي المصطول ليه يا ده؟ انت شارب سم ليه يا ولد؟ والله انت زي العسل. بتنشط الشباب، هتعمل ايه؟ ما فيش خالص. شباب مصر المستعان. لا يا عم انتوا فيكوا طبعا. والله شباب مصر كل خير. كل خير في مصر. طبعا ان شاء الله.
في سنة تانية كلية. اللهم صل على النبي. هذا هو التبن الأبيض أو التبن القمح كمان مظبوط. الله يقويكم الله يقويكم. بسم الله ما شاء الله. المكنة دي بتربط. بتسحب الحبل. يبقى تم تحميل التبن، وهذه حركة التبن من الحقل إلى المخازن للإتجار به وتوزيعه. يبقى هذه عملية توثيق لملامح الريف المصري والإتجار في التبن. كل سنة وانتم طيبين. اليوم 25 من رمضان 1442 هجرية. هذه أهم ملامح حرياتنا المصرية. شكرا حسن المتابعة.